ازيكم؟ الاستدامة الاستدامة الاستدامة، واضح ان انا في كل حلقة لازم اتكلم عن موضوع الاستدامة ده، بس اعمل ايه اذا كان كل حاجة دلوقتي سواء في العمارة او برا العمارة بتدور حوالين الموضوع ده، ودول العالم كلها دلوقتي بقى شغلهم الشاغل هو ازاي يقللوا من استهلاك الطاقة وازاي يقللوا من انبعاثات الكربون علشان التغير المناخي اللي بيحصل في الجو. وطبعا علشان ده يحصل لازم يعتمدوا بشكل اساسي على مصادر الطاقة المتجددة، سواء بقى الطاقة الكهربائية اللي بتخرج من السدود او طاقة الرياح او حتى الطاقة الشمسية، وهي دي اللي انا جاي اتكلم عنها النهاردة، الطاقة الشمسية، لان مصر دلوقتي مهتمة جدا بالموضوع ده وشغالة على اكبر محطة طاقة شمسية في العالم كله، موجودة كده في منطقة جنب أسوان اسمها بمبان. المحطة دي هتخلي مصر عاصمة للطاقة الشمسية في العالم، علشان كده تعالوا النهاردة نعرف حكايتها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، أنا أحمد علي، وحكايتنا النهاردة هتكون عن محطة بمبان للطاقة الشمسية. لو انت أول مرة تشوفنا انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، ويلا بينا بسرعة جدا نبتدي الحكاية. محدش فينا يقدر ينسى ابدا مشاكل الكهرباء اللي كانت بتحصل في مصر في 2013. الكهرباء اللي كانت بتقطع كل يوم تقريبا، وفي بعض الايام كانت بتقطع مرتين وثلاثه في اليوم الواحد. في الوقت ده كان واضح جدا اننا عندنا مشكله كبيره في الكهرباء، وعلشان ما اضحكش عليكم المشكله دي كانت موجوده قبل كده بكتير، بس ما كانتش ظاهره قوي لان الكهرباء ما كانتش بتقطع في القاهره، لانهم كانوا دايما بيحاولوا يخففوا الاحمال في القرى البسيطه في الارياف. بس في 2013 الموضوع زاد قوي لدرجه انهم ما كانوش عارفين يتحكموا فيه او يداروه اكتر من كده، وفضلت المشكله دي موجوده وكلنا بنعاني منها لغايه 2015. ساعتها اشترينا 3 محطات عملاقه من شركه سيمنز. المحطات دي بتشتغل بالغاز الطبيعي وبتوفر لمصر حوالي 14.4 جيجا وات من الكهرباء، ودي كانت كميه كافيه جدا علشان تسد العجز اللي عندنا، وبكده قدرنا نحل المشكلة. بس كان في مشكلة أكبر بكتير لسه ما اتحلتش، وهي إن الكهرباء بتاعتنا أغلبها بتيجي من الوقود الحفري اللي بيلوث البيئة وبيخرج انبعاثات كتير لثاني أكسيد الكربون في الجو. وزي ما اتكلمت معاكم قبل كده إن العالم كله بيحاول دلوقتي يقلل من ده ويزود من مصادر الطاقة المتجددة، علشان كده كان لازم مصر كمان تمشي على نفس النهج وتزود مصادر الطاقة المتجددة اللي عندها. إحنا كده كده عندنا طاقة كهربائية بتيجي من السد العالي، وعندنا برضو مزارع رياح ومحطات طاقة شمسية بس مش كتير، مع ان مصر جغرافيا موجودة بين خطين عرض 22 و 31.5 شمالا، يعني في قلب الحزام الشمسي العالمي، علشان كده كان لازم الاعتماد الاكبر يكون على الطاقة الشمسية. ما احنا ما عندناش اكتر من الشمس، ومن هنا جه القرار اننا نبني اكبر محطة طاقة شمسية مش بس في الشرق الاوسط او في افريقيا، لا ده في العالم كله. بس علشان نعمل حاجة زي كده لازم في الاول نختار المكان المناسب ليها، لان النوع ده من المحطات علشان يتعمل بيحتاج معدلات معينة من حاجة كده اسمها السطوع الشمسي، وتعالوا اشرح لكم يعني ايه. علشان تعمل محطة شمسية مهم قوي انها تتعمل في مكان تكون قوة الشمس فيه عالية جدا، علشان نقدر نطلع منها اكبر كمية من الكهرباء. ولو بصينا على الخريطة الشمسية لمصر اللي بتوضح قوة الشمس في كل حتة فيها، هنلاقي ان المناطق اللي لونها موف غامق دي هي اكتر مناطق فيها سطوع شمسي وينفع نعمل فيها محطات شمسية. علشان كده الحكومة اختارت قرية بمبان اللي موجودة شمال غرب اسوان، بحيث تكون هي دي مكان المزرعة، وده طبعا علشان سطوع الشمس فيها عالي جدا وكمان قريبة جدا من الطريق الصحراوي الغربي فنقدر نوصلها بسهوله. وعملت فعلا المزرعه على مساحه 37 كيلومتر مربع، بحيث يكون فيها 40 محطه بتمتلكها 32 شركه من 12 دوله مختلفه، والمفروض ان المزرعه دي بتمد مصر بحوالي 2000 ميجا وات من الكهرباء، يعني تقريبا 90% من الكهرباء اللي بتيجي من السد العالي، وده طبعا يعتبر رقم كويس جدا خصوصا انه بيجي من مصدر نظيف ومش بيلوث البيئه، وكمان بتكلفه تشغيل بسيطه جدا لان المحطات دي الصيانه بتاعتها بتكون قليلة ومش بتحتاج عمالة كتير. وبمناسبة العمالة، الحكومة قدرت توفر عمالة مدربة للمحطة عن طريق انهم حولوا المدرسة الثانوي الصناعي اللي موجودة في قرية بمبان لمدرسة للطاقة الشمسية، علشان تخرج ناس فاهمين كويس قوي يعني ايه طاقة شمسية ويقدروا يشغلوا المحطة بعد كده. مصر كمان بتخطط ان 20% من الكهرباء بتاعتنا تيجي من مصادر متجددة بحلول 2022، والنسبة دي هتفضل تزيد لغاية ما توصل ل 42% بحلول 2035. وطبعا كل ما النسبة دي تزيد كل ما انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو هتقل، وهو ده بالظبط اللي احنا عايزينه.
عايزين نعيش في بيئة صحية ونظيفة ونحافظ على الكوكب اللي قوينا بدل ما نلبس في حيط. وعلشان تبقوا عارفين، انتاج مصر دلوقتي من الكهرباء وصل لحوالي 50 جيجا وات، وفي بعض الاحيان بيوصل لغاية 60 جيجا وات، واحنا استهلكنا تقريبا من 30 ل 35 جيجا وات، يعني عندنا فائض 25 جيجا وات. وفي كلام كتير دلوقتي عن اتفاقات بتحصل بيننا وبين بعض الدول الاوروبية والافريقية عن تصدير الفائض ده من الكهرباء بحيث يدخل عائد لمصر. ده غير طبعا ان مشروع زي ده خلى مصر دلوقتي عاصمة للطاقة الشمسية في العالم كله. احنا الحمد لله عندنا موارد كتير، بس كانت مشكلتنا السنين اللي فاتت اننا مش عارفين نستغلها او مش عايزين، الله اعلم. بس بالنوعية دي من المشاريع اقدر اقول لكم ان شاء الله في بصيص من الامل. بس كده خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.